ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع 14% للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمقام بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأكد زياني حرص مملكة البحرين على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية ذات الصلة بعودة الانتعاش للقطاع السياحي والسفر حول العالم، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية يأتي في توقيت مهم جدا مع بدء بوادر عودة انتعاش القطاع السياحي على نطاق واسع. وقال زياني أن الاجتماع يوفر منصة الاستعراض جهود الدول في التخفيف من تداعيات الجائحة على قطاع السياحة. ولفت سعادة الوزير في هذا السياق إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية يمثل أيضا مناسبة لعرض الاستراتيجية السياحية الطموحة لمملكة البحرين للأعوام 2022 و2026 ومساهماتها الكبيرة المرتقبة في خطة التعافي الاقتصادية.